الأحمر الخط الأخير هو إحنا ما ننتجه من غاز يومي. الأحمر إيش قد إحنا نحرق؟ إحنا نحرق يومياً 1500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز. زين. ممكن إنه 1250 يكون غاز جاف، و 600,000 أسطوانة، وعندنا 44,000 متر مكعب من ثاني أكسيد الكربون تنفث في الجو، ما يعادل 7 ملايين عوادم 7 ملايين سيارة تمشي بالبصرة. طيب، فتصور أخي المشاهد كم إحنا دنأذي المجتمع، كم دنأذي الطبيعة بنتيجة عدم استغلالنا لهذا الغاز المصاحب.